هي لحظات مؤثرة ممزوجة بدموع الفرح. هكذا كان تكريم هؤلاء الفتيات من صحبة الخير لآبائهن كعربون محبة وردا للجميل. أشكر الشيخ الإمام الأخضر بن شريط على هذا التكريم، حيث جمعنا بالأولياء بعد ما كانوا قبل ما كانوا مش متفرغين لينا، واليوم تفرغوا لينا وحسيت بتعب تاعهم ومحبتهم ليا، وانا اليوم صح اظهرت محبتي كامل ليهم. نشكركم انتم، ربي يحفظكم، شكرا. نشكر لي بروغرامنا هذا الحفل البهيج والحفل الاسلامي، ونشكركم انتم ثاني، ونشكر بنتي ان شاء الله، ونتمنى لها حياه سعيده ان شاء الله وذرية صالحة إن شاء الله. أكثر من 30 فتاة شاركت في مبادرة تكريم الآباء، وهي من أهداف جمعية المودة والرحمة التي سبق لها وأن نظمت نشاطات مشابهة. ارتأت صحبة الخير لجمعية المودة والرحمة تكريم الآباء وتكريم الأمهات، وكما شاهدنا جميعاً هذا التأثير، هذه العاطفة، هذه المشاعر نحو الآباء، نحو الأبناء، نحو آبائهم، هذا الاحتواء، هذا التأثير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا. هذه المبادرة الطيبة التي تعكس لي الجلفة وأهلها طيبين، هذه المبادرة الطيبة التي غابت في معظم والولايات، وهو غياب هذه العبادة العظيمة بر الوالدين، نسأل الله سبحانه وتعالى دوام هذه النعمة. فرحة لا توصف جمعت الأبناء وآبائهم بعدما حظيوا بهذا التكريم المتميز.